السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ جاني فيديو جديد، حلقة جديدة، الجزء الثاني من الفيديو. طبعا هاي امبارح نزلت لكم جزء وهذا الجزء الثاني. رح نكمل. في عندي بس العقود، في عندي 3 عقود رح نخلصها اليوم، هذا وهذا وهذا، ويكون خلص النهار لاني انا ما بدي اشتغل بالنهار، عرفت شلون؟ يعني بالنهار ان شاء الله رح يكون طلع المحصول بكره، ورح نبلش خطة جديدة. تمام، نشوف هلا اراضي، انا الارض رقم 7 مثلا، ارضي تقريبا قرب رح يطلع المحصول، فلذلك هي الارض رقم 7، الارض رقم 8، كلها هي اراضي، فقريبا رح يطلع المحصول. فلما رح يطلع المحصول فلازم يكون جاهز، فرح يكون هذا ابتداء من بكره ان شاء الله بصير تطلع المحاصيل. تمام، فلذلك اليوم رح نكمل العقود نحن ماسكينها، في عندي شويه شغلات لازم اكملها، ولذلك كمان رح اتذكر المايك لانه رح العب بدون صوت. تمام، يعني بس هيك انتم تستمتعوا بالمشاهده. تمام، وشكرا لكم، وهلا خلينا نكمل الفيديو ونكمل اللعب. هلا بدنا نروح على الارض رقم تحت هي الارض رقم شدها. تمام،
It's all fun and it's all game. Goes to hell, no one's to blame. I think I've seen this happen once before. I don't wanna see it anymore. Another sucker on the vine, another slacker trying to get off cheap. I'm just trying to get a good night's sleep. When you think you've had enough, here comes another. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده
وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.